كفى نوما يا أمين، حان وقت العمل، استيقظ. أين نحن الآن؟ في منتصف الطريق بين غرناطة وقرطبة. خذ كراسك يا أمين. حاضر. هل أنت مستعد؟ نعم تفضل. أولا، الفينيقيون هم الذين أسسوا قرطبة، بعد الفينيقيين وصل الرومان، وأخيرا مع المسلمين أصبحت قرطبة عاصمة الأمويين. وكيف عاش المسلمون هنا؟ كما قلت لكما، عاشوا مع المسيحيين واليهود في مدينة مزدهرة. أنا أفهم، ولكن بماذا عاش الناس هنا في ذلك الوقت؟ عاشوا بالصناعة والزراعة والتجارة، كانت قرطبة مركزا اقتصاديا مهما. وما هي الصناعة التي كانت في قرطبة؟ صناعة الحرير والورق والجلد والخزف مثلا. وماذا تقول لنا عن الحياة الثقافية؟ كانت قرطبة مدينة الشعر والفلسفة والطب والهندسة والموسيقى. جاء الناس إلى قرطبة من كل مكان ليدرسوا. مفيد، مفيد جدا. هل يمكن أن نزور القصر؟ طبعا، سنبدأ بزيارة المسجد. كما تريد. كم عمودا وكم قوسا هنا؟ نعم، كل المسجد هكذا. هل تريد أن تعد الأعمدة يا أمين؟ مئة وواحد وعشرون، مئة واثنان وعشرون. أنا لا أريد أن أعد، أفضل أن ألعب الغميضة. هيا، من يعد؟ أنت تعد. عشرة، عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون. كفى نوما يا أمين، حان وقت العمل، استيقظ. كفى نوما يا أمين، حان وقت العمل، استيقظ. أين نحن الآن؟ أين نحن الآن؟ في منتصف الطريق بين غرناطة وقرطبة. في منتصف الطريق بين غرناطة وقرطبة. الفينيقيون هم الذين أسسوا قرطبة. الفينيقيون هم الذين أسسوا قرطبة. وكيف عاش المسلمون هنا؟ وكيف عاش المسلمون هنا؟ بماذا عاش الناس هنا في ذلك الوقت؟ بماذا عاش الناس هنا في ذلك الوقت؟ كانت قرطبة مركزا اقتصاديا مهما. كانت قرطبة مركزا اقتصاديا مهما. كانت قرطبة مدينة الشعر والفلسفة والطب. كانت قرطبة مدينة الشعر والفلسفة والطب. جاء الناس إلى قرطبة من كل مكان ليدرسوا. جاء الناس إلى قرطبة من كل مكان ليدرسوا. هل يمكن أن نزور القصر؟ هل يمكن أن نزور القصر؟ سنبدأ بزيارة المسجد. سنبدأ بزيارة المسجد. كم عمودا وكم قوسا هنا؟
كم عمودا وكم قوسا هنا؟ هل تريد أن تعد الأعمدة يا أمين؟ هل تريد أن تعد الأعمدة يا أمين؟ أنا لا أريد أن أعد، أفضل أن ألعب الغميضة. أنا لا أريد أن أعد، أفضل أن ألعب الغميضة.